السلام عليكم، حياكم الله شباب، كيف الحال؟ عسى اموركم طيبه ان شاء الله. حلقه جديده يا شباب من السلسله المرغوبه الحاكم المتواضع، وان شاء الله يا شباب ان الحلقه هذه تنال على اعجابكم. لكن قبل ما نبدا هذا المقطع لا تنسون يا شباب اللايك والاشتراك ومشاهده ممتعه. اوه هلا هلا بصقره. خلاص عيب، مو كذا. هذه يا شباب دجاجتي، تمام، جايبها من مزرعه في نيوزيلندا، دجاجة نادرة، أبوها صقر وأمها فار، صح ولا لا؟ صح. يلا مشينا ننزل تحت. إيش الله، الطير من طيارة، الصقر من سقارة. بالله كيف شكله، ما تجنن كيوت صح؟ حبيبي أنا بصير رئيس وزراء. أتش الله، منور منور. خلاص الحاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أجمل حاكم، أجمل أساكم. الحمد لله بخير. شو اسم البقاء حقك يا حضرة الحاكم؟ هذا صقر يا صقر يا غبي، هذا صقر. اللي ما يعرف الصقر شوي، تعرف الصقر ولا ما تعرف الصقر؟ حضرة الحاكم، هذا صقر، هذا صقر. خلاص ماذا أنا أسمع تدخل، بس إن هذا ترى مسجد للأمانة. فريق أول بلف عينك، فريق أول حبيبي. بالواسطة شوف، إن أنا بشوف، أنا أبد رجال ما أحب إني ألف يمين يسار، ترى بالواسطة أخذ الرتبات. هذا الحين فريق أول، لو الدرب الحين ترى أبد ما أسلح ما في. بسألكم، في وزراء في المدينة ولا شيء ولا ها ولا ها؟ ما في لا وزير ولا وزراء ولا شيء، بس إحنا. طيب أنا بعير في المدينة. اسمع، أنا الحين بعير واحد فيكم وزير، تمام؟ مو بأنا. لا أنا ما بختار، الدجاجة تختار. يلا. يبي يجيب راسك ها، يلا شكلها ما تبغى بقره فيكم يا اساك. لا قاعد تشد حق البقره. بس 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 ما بس 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 بس, بس بعينك هذه بس بس صقره هذه. لا الواحد يحب يا فلاح. تبغى علي تفضل يا حضره فريق اول. بس عندي الله نفس احلها اكيد يعني. تحيه، اضرب تحيه انت هو يا رجال. امانه يعني تحيه في عينك. راح البس ملابسك وتجهز انك بتصير وزير. يلا وزير ولا رئيس وزراء، الله يسعدك. خس هي رئيس وزراء. الا اخترتني رئيس وزراء، الله يسعدك. لا اخترتك وزير. يعني وزير. روح اخترتك يا حاكم، اقصد انك بنت يا حاكم. يلا اسمع بسرعه. ابشر. زين، رئيس وزراء من يكون يا حاكم؟ انا المتواضع. انت حاكم ولا رئيس وزراء؟ طب حاكم اعطيك امكانياتي، تحيه باليمين واليسار. تحيه باليمين واليسار، انت رئيس الوزراء كلهم. ابطلبك حاجه حضرت حاكم، انا طالبك ان اليوم نذكيها وانت عشها. ما تستحلى ودك يوم انك والله صارت صح شريب 9 مليون نادر. هذه عينك فيها الله يقلع يا عساكر. قول له ما شاء الله يا عساكر، بدل ما تقعد روح العشاء. لا هي لها سبع ارواح تروح ترجع مالك. اوكي يلا. وانا الوزير هذا المتسيب الله يقلع يوم انا دخل بعد ابغى يطلع ولد. ما شاء الله وحير العساكر. الله يحييك حبيبي. ايه فلوس؟ الله يحييك حبيبي. الله يسعدك، الله يسعدك انت حبيبي. فلوس ها؟ ابغى فلوس. الراتب ما نزل. واحد اثنين. لا واضح انكم ما شاء الله مجتهدين. شوف يبوريك انه يعني انا مجتهد، يبي امسك وزاره. افا قربت لك سيارتي حضرتك. موترك ايوه ما تقرب. شوف انا معلم ما يصلح. نادوا بيطري طلع منها طلقات بسرعه. بيطري دي الاجتهاد الزايد بعد الحين ما كويس. وده البيطري خلاص. ابوديه البيطري، ابوديه البيطري. قلت هذا بيقعد يشرق سيارات. يلا مشينا. اعوذ بالله. لا تتسلى. الله ايوه. وتقول ها وتقول هذا سامع العصفور هذا ازعجنا. طيب اسمع يا حضرة الحاكم، نبي نروح المينا وناخذ شاحنات مواد غذائية نوديها للسكان اللي في المدينة الثانية، قرية هناك يعني، قرية فقيرة. قرية فقيرة ناكلهم نشربهم. نعم الحاكم القديم. انا هذا الحين الحاكم اروح انزل المينا. ايوه عشان سوق السوق ترى حقة التموين، هذه اللي فيها التموين. والله ابد ولما توزع لهم لك الاوف افضل شغله عندك عشان صور. حتى الصقر حقك يوافقني الراي. استانس ضحك. لا هذا يضحك، هو يضحك على نكتة كاذب تقول يلا نروح المينا بعدين نروح نطعم الناس. سلامات يا مريض. انت حاكم متواضع ولا ما انت حاكم متواضع؟ يلا بس مشينا. يلا هيك كذا قنعك. يلا بسرعة، يلا شل الموكب هذا التعبان. ها صقرة راح تسولف تلفي. مبسوطة تقول مبسوطة لأن راسه طالع مع الجو يصفق هواء. أنا بالي موكب مصحصح ترى تعبوني. يقول يتأخرون ترى في يا لا 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 الدرب. يا لا 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 ها هذا وزير الله يطني عنك ها. يا طير سعد.
تقعد يغني في الدجاج. لا 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 شي ذا لا تقول انه مصفح سيارتكم. ايوه يا حضره الحاكم غني في الدجاج يا حبيبي. فك فك التصفيح. انا حاكم وما عندي سياره مصفحه. تواضع يا مريم. ما شاء الله عليك متواضع. دي موت شو المشكله. بس 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 كيف ها صقره ما مو جوه تبون الوزير يفحر بعيال ها. حطوها ذي عنده سجلها في نوت على جنب عشان نفهمها بعدين تخلصنا المهمه دي. لا 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 يا مريف غبي انت في عقلك غبي ما تعرف تسوي مندفع مندفع كذا تمسك مندفع معليش انت وقفت اضرب حساب الحاكم المتواضع يا مريف على خشم اذا متى انتم اللي تخسروني يا اخي طز انا ما ادري ايش ليش بدعس قدام السياره تهدي عليه وش ان شاء الله عليك سريع بعد ان شاء الله لا تحسدني يا اخي لا تحسدني قول ما شاء الله ليه 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 بسرعه هذه هذه ما شاء الله تبارك الرحمن هذه السياره اللي فيها مواد غذائيه اليوم بفصلهم كلهم انا اليوم افصلهم كلهم هذا اول يوم لي انا افصل كل العساكر ابشر لا جيتوا معي ليش تعبتوا خلوني اروح اوديها لوحدي لا 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 تعب نفسك لا لا انت سريع هذا الحاكم احنا اللي نسوي خلاص انا افصل لوحدي ما يحتاج لكن عساكرك انا بفصلهم اليوم كلهم فاشلين ايش ذا اسرابه اسمع تعال تعال هيه بسرعه بسرعه تعال شوف هنا تعال شوف هنا بسرعه تعال شوف هنا لا 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 شوف المويه شوف المويه شوف المويه هنا المويه تعال شوف المويه يا ساكر شوف المويه شوف يلا 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 في المويه شوف وش في قرش اخبار حضره الحاكم الجديد القديم يا طيري الجديد والقديم ها يا طيري ما عندنا ساكر هنا هنا شوف هذا اللي ورانا يغنيها هو اللي ورانا نعم نعم هذه سيارة تموينية هذه ولا سباكة وكهرباء والله حاطين البضايا فيها تعرف حاطين البضايا فيها لأن الصراحة الشحنات الله مدينتكم صارت مضفر معلش بتقولها كذا بكل شفافية بدون ما تضرب الحساب حساب الحاكم يحترمها مو أنت اللي كنت الحاكم مو أنت اللي كنت الحاكم من اللي كان حاكم في واحد اسمه حاكم فاسد علي. كان اسمه علي الله يقلعه يقول انه حاكم متواضع ها ويدعي الله يقلع سنونه يا شيخ الله يقلعه وياخذ ان شاء الله انا سمعت انه في تيربو في عند الدركسون تحت تيربو كيف الو سلام الله يقلعكم منك تقول لي ضرب تيربو بغيت زر طيرني من الكرسي يلا بسرعه والله الفرامل ما تنفع بسرعة العالية ايش السيارة هذه تعبت اربط حزامك اربط حزامك هدي يا حضرة الحاكم ايش دخلك عمال اسرع ولا ماشي ايش دخلك علم نفسك لا انت تقول لي هدي ما هدي انا بسرع وقف ماني الحاكم وقف منحرك منحرك ايش يقول وقف الحاكم المتواضع كينج جمال عليك تبغاه مهجل تبغاه حاكم تبغاه كل شيء ذنبي ما دام دجاج صقرك اختارني ابد قاعد تشوف اشوفه ولا ما قاعد تشوف الله عليك هرحب التعزيز صقر انا التواضع 90 مليون شري نادر هذا التواضع سكسوري سكسور ايش ندلعه صقره صقره اي وصلنا هذه المدينه الثانيه تقول فيها ناس مساكين أيه. نعم نعم طبعا خليت العساكر كلهم يودونهم في القصر حق المدينه الثانيه هنا على يسارك تحصل على يسارك على يسارك على يسارك ما قلت لي هدي الله يقلعك الله يعني انت السواق ولا انا قلنا اسمع خلهم هم يطلعونا السلام عليكم ورحمة الله شغل شغل ما اشتغلت شغل وشغل يا اخي موقف سيارتك الحاكم جاي سيارة لا 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 صقر 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 ليش هذا صلى النبي يا شباب هذا الصقر هلا والله الحاكم الصقر من سقاره السلام عليكم وش فيكم سلام سلام الحاكم انتم المساكين ايه الله يكون في عونكم ايش حاكم القديم فاسد فاسد الله يقلعه ما اعطاكم شيء صح؟ اي والله فاسد تواضع منا يعني صراحه تعرف انا حاكم لكن طلعت بنفسي انا بنفسي تخيل انا الحاكم بنفسي طلعت الميناء تخيل سكت السياره لين هنا وصلوا وصلوا توهم يوصلون توهم يوصلون هذه السيارات مليئه 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 بالارز والزيوت وكل ما والطحين والدقيق وكل شيء يا حضرة الحاكم حضرة الحاكم شوف 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 دجاج صقر هذا صقر صقر يا مريض هذا صقر كلمة راس انا وياك قبل كل شيء حياك حضرة الحاكم احنا هنا في هذه الحارة حارة كلها عصابات كل هذه يخربوا عيالنا تخيل يا حضرة الحاكم وصلت ياكلون عيالنا المخدرات والحشيش تخيل المخدرات والحشيش في المدينة اللي انا قاعد فيها العصابات متخيل يا حضرة الحاكم اصبر يا دجاج مصدوم يا حضرة الحاكم هي مصدومة يا حضرة الحاكم هددونا قالوا تعلمون الشرطة او شيء نقتل كلكم
يبيدون من اللي من اللي قال لكم كذا العصابات بهذلوني الله يقل هذه العصابة مصيبة والله مصيبة وبعدين حالنا هذا كله بسببهم ايش رايك اسكنك في قصر الله يسعدك انا بطلع خلاص ها اعطيك القصر حقي اللي في المدينة الأولى والله عادي ما اقول له وش اللي قاعد يزعلك صدق صدق بس اللي بطلع ايه اعطيك ايش اللي عادي خلاص ادب استح على وجهك هذا الحاكم نزل من المينا جيب لك حنا الاغراض ذي حنا هذا لكن نبغى شيء يسترنا بس يسترنا من العصابات ذا بس ها؟ طيب ايش قاعد تقول ولد هلا هلا قل له ليه قاعد يستفزني ما عليك عندي الموضوع اسمع يا انت شو اسمك يا ولد شو اسمك اسمي عطيه يا الله عطيه ابد معك جعفر الله يسعدك طبعا رئيس وزراء للحاكم مصلح جايين ناخذ منك المعلومات عشان نروح للعصابات ذي انت عندك معلومات ساعدنا فيها يعني اتوقع انه موجود ايش يقول اتوقع دقيقه خلنا ننزل صقر ايوه يعني بعض المعلومات مو كلها عندك كامل لا حضرت الحين في جراس الحاكم اترك تعطيه لا تقول تجيني بالعاطفه تحسبني بستعطف ارسلت ارسلت وجيت بفكه مني هلك روح يلا روح راح سلامتك رضا يبا يبا لا يسرقونها سلام. يلا مشي مشي بسرعه بسرعه ما قصرت يا حضره ايش ما بتعطيهم اكل لكن موجود لا تركوه تركوه الشحنات ايوه سياره سياره بسرعه لا لا اخذها اخذها بسرعه الاكل حقنا يا تعال تعال يا وزير تعال يا وزير بسرعه بسرعه هذه سياره بسرعه اعطيناك ما كنا بناخذ سيارتكم الله يعوضك العافيه عليك وين الوزير عوضك الله لا 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 الوزير هو وين بسرعه ملك حسين هذا هو الدلال ايوه ايوه اسمع اسمع ذي اصابه نخش نتفاوض ولا نقتل لا عيب عليك نقتل ايش مجرمين احنا نخش نتفاوض تفاوض ونحاول هم مجرمين يعني كيف نتكلم معهم انا عندي استراتيجيه بارسل الدجاجه حقتي تتنصت عليهم تمام دجاجه تقعد تمشي كذا تجي تعطيني الاخبار صقر صقر حتى انت نسيت انه لا هي يعني التواضع خلاك تشوف صقر أيوة دجاجه ايوه بس والله يعني المنطقه ذيك خطره انا صراحه بوقف بعيد وبتفرج عقب انا محطك وزير محتزم فيك يا محزم الطقوع ما عندك سالفه تقعد تشرد ها تشرد من المسؤوليه لا لا الحركه هذه نروح فوق الجبل يا رجال اصبر هنا في ناس كثير ولا انا ما ادري كاني شفت لمحت سيارات اوه دبابات دبابات يا ولد والله ان جينا في المكان المناسب اسمعي يا دجاجه اسمعي يا بعد شبدي وعيوني وقلبي ذول مساجين انطلقي واعطيني الاخبار يلا 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 بسرعه بسرعه اذن الفجر باقي ما وصلت توصل ان شاء الله وين راحت وين المدير كبير اوه مره كثير ما يا وزير وزير شوفهم والله اني شايفهم دجاجتك يا ولد الله يستر هذيك كلهم شافوها راحت نصتهم نصتهم دخلت عليهم شافوهم شافوهم نصتهم شافوها والله يبغون يخطفون الله يذبحونا لا اسمع اسمع ارجعي يا غبي ارجعي انا حاكم نهجم ابغى انقذ الموقف دقيقه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله لا ما نعتذر نعتذر يعني لا يكونون ذبحوها يا عيال وين الدجاجة الدجاجة وين؟ ركبت الدبابة ايش؟ هذه اللي تسوق الدبابة الله يعزك الله يعز اقول لك شرب 90 مليون اركب اركب والله ما ناخذ حقنا تعال بسرعة 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 طلقوه قبل شوي ها طلقوه قبل شوي يا منك تطلق ما تدري مين احنا يا مدير المدير الكبير حقه وين؟ المدير لا يكون ذبحناه وقف 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 يا مجرم يا فخر فخر ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك ليش تقعد تسوي كذا تقعد تورد المخدرات للمساكين اللي في المدينه الثانيه رفعت يد رفعت يدي نزل يدك ما سويت شيء ريحه ما كويسه قرب شوي قرب انا اريد انت اللي نزل يدك ريحتك استغفر الله قرب شوي هذا وخر انا مستخدم مزيل عرق ب 500 ريال لا وانا الحاكم هو اي صح ليش تقعد تسوي كذا اصبر تعال الحين انت هذه عصابات كلها ولا وين لا هذه مو عصابتي كلها الله يتخيل هذه عصابتي الحاكم الحاكم لا تقتله لا تقتله خلنا نذبح بالله وريح من الدنيا لا 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 خلنا ناخذ ونفك من اشكال ترى انا اتعب وانا اقعد ادافع عن المدينه يا ابوي يا ابوي اسمعني اسمعني الموت اخر همي تبي تذبحني انت الخسران مو انا اللي خسران خلنا افجر راسه بالله انا اضغط الزناد وافجر راسه والله حق ما تفجر راسه اضغط لا لا اصبر اسخون عصابتك نعطيك مبلغ ونسفرك برا المدينه وش اللي يضمن لي كلامك ذا معاك الحاكم يا مريض وش اللي يثبت لي ان كلام الحاكم حتى بينزل سلاحه الحين شوف من التواضع اللي فيه معك شوف انا ما بنزل سلاح الا والطلقه براسه انتبه الحين ايش تسوون الحين انتوا ايش اللي بتوصلون يا مريض نبي يا نبي عصابات كامله يا مريض يا مريض وين العصابات الثانيه تبعك الله يشفي يا طويل العمر انت عصابه
تبي من يعني تبي راس من بس انت شوف رئيس اول شيء ولا انت نائب اول شيء انا الرئيس ابي الرئيس اي بس في واحد فوقي هو المسؤول عننا كلنا بس ابي الحين تضمن لي سلامتي وانا اوديك له انت الحين الرئيس وفي واحد فوقك رئيس كيف كذا لا ما بدك شيء انت بس عطنا وصلنا الرئيس ما نبغى منك شيء انت طقوع ما عندك سالفه اي اعطك زين تكلم زين ايوه ما تقعد وين رئيسك قاعد ادب بسرعه من رئيسك بس عندي طيب ما مضر... يا ابو اي لا هو هذا الحاكم ايوه هو ليه اخوي لا لا اكفكف وجهك اقسم بالله لين ما يصبح الصبح يا ابوي خدي حمر يا ابوي خلاص فهمنا الحين لو اعطيتك اسمه وديتك الموقع تفكني ايه نفكك طيب الرجال اسمه ابو محمد ابو محمد انت وش اسمك انا ما لك دخل في اسمي انت مو تقرب لي انا اسمي ابو مجد ترى معصب حتى الصقر قاعد يضحك على الكف اللي جاك وتراه معصب ممكن ارفع لك السلاح انا اسمي ابو مجعل اللي ما يتجعمل يا ابو اسمك وش الله يسعدك اسمي ابو مجعل جاك العب هذه مسروقه هذه ادر لك اسئله تقول ترفع ضغطي الحين ارسل لك صوتك لو سمحت انا تعاونت معك تتعاون معي وصلت اللوكيشن يعطيك العافيه يلا يعطيك العافيه خلاص وصلني اللوكيشن وصلك اللوكيشن سلام عليك نعم والله ما يقعد كذا عايش ليش ليه ما نذبحه ايه بسرعة ذبحوه لا يشرد دجاجة فوري فيه وين هو وين راح هو وين راح اطلق عليه بسرعة سلام عليكم لا 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 ما لا كويس انهم درع كويس احنا معاكم اخوياكم الله يفشل حاكم روعت الحال وضحاكم لا ما هي مقطعة كان روحتهم فيها شربة سلام بسرعة عندنا لك الاصابة راس الكبير راس الكبير صدق هذه لا قالوا لك دجاجة صقعة لا 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 الله شيل اللوكيشن حضرة الحاكم فارعي دجاجة صقعة والله زي ما قلت لك اول مرة اشوف حاكم مثلك يوصل في المدينة هذه فصلات ما هي طبيعية كيف يعني ايش تقصد يعني انسان متخلف بمعنى الكلمة من هو الدجاجة الصقر العصفور شوف الكفر نفسه تحتاجني شوف الكفر بسرعة يا اخي شوف كنا ينفق علينا في الطريق نموت بعدين بسرعة ها تقعد تغلط عليه مرة ثانية حط راسك تحت الكفر يا مريض قال لي لا ده هذا الوزير حطنا وزير شاف نفسه مصيبة هذا ايش رايك احطك وزير يا دجاجتي يا عيوني يا قلبي تبون تسرين وزيرة المدينة ها انزل هذاك رتبة خليه نائب الدجاجة ها ان هذه والله العظيم انها سوت فعائل ما حد يقدر يسويها سرقت الدبابة من العصابة سلامات يا ابو الشباب والله ما ادري من جاي دبابة هنا يا غالي السلام عليك عليكم السلام السلامة والله وين اللوكي هذا هو اللوكيشن ايوه عساكرنا ذولي ايوه يا حضرة الحاكم هلا والله معكم مرسيدس الحكومة تدجون فيها سرقين سيارة الحاكم هذه حبيبي هذه حقتي هذه منك فيك هل تبون حبة قسم ولا كيف يعني عندكم لوكيشن ولا معانا تمشون خشبك واصل يا رجال لا لا يسوون لا خشبك واصل سيدي الله يسامحك يا حضرة الحاكم ليه ما تنسى عظامي كلها تكسرت احسن الله العظام بدأ لها عظام وش اللي بدأ لها عظام تحسبني مثل دجاجتك ذي صقرك ترى تزعل كذا انا هي صقر لك انا دلعها دجاج انا كل الشعب يا ولد صب زي الناس انت هو بسيطة شباب بسيطة صب زي الناس هاي صقرة بس الله يعطينا خير الصقرة كبير ان شاء الله ما بتسوي شيء ترى هي عاقلة أليفة لكن لا تزعلها اذا زعلتها تبرك شيء ما كويس الله يعطينا خير الحين معصبة كذا ولا قاعد تسولف معاه لا هي تسولف يعني تفهمون بعض انتم الاثنين ايوه تقول انها مبسوطة بالاجواء الجميلة تقول ترى الوزير ذا ها غبي متخلف مريض وهي الصراحة صدقت ما قال شفت قال لك انا اخسي يا عصابة الليل وال ارجع يا حضرة الحاكم خاف عليك نعطيهم حبة خشم بلوتوث بالله خلنا نسويها دجاجة سوي بي على احداثيات لا نزلت تبي تقول صقر الحين تقول دجاجة انا دلع دجاجة انت ما تقولها دجاجة انا اقولها دجاجة بس يا راعي انا رفع جارسك الغالي يا شيخ تذكر عايش ترى هلا يا الغالي
اهلا وسهلا ومرحبا المهلي ما يملك الغالي هذا الدجاج للبيع صقر هذا صقر يا بعطيكم انا اسمع الان اسمعني ولا اتكلم انا بعطيكم كم كلمه تمام اقول لك اسمع تقول دجاج ما تجي تامر على مقرنا افا اسمعني اقول لك اجابك هنا اسمع اقول لك ايوه والله العظيم والله كلمه واحده اقسم بالله اضغط زر تمام الا انتم تكونون في خبر كان اسمع وبرمي لهم اسمع السي فور اقول لك هاي السي فور هذه مخططيه ترى معروفه حبيبي انا بديك شيء واحد شفت سياراتكم ذي اللي ورا لا صدروا وافرمتكم هنا الحين ايش الظاهر شكلكم ما تعرفوني صح؟ لا عند الكلمة اللي قلتها قبل شوي هذه روح ما ايش؟ لا اخذ الدبابات وفدمتكم انا دحين كيف ما تعرفوني؟ لا يا رجال ابلع اقول اسكت بس اسكت اسكت ادري عليك يا حاكم والله بحق والله بحق ماني صالح انا يا لا تضرب والله بحق والله لا عاد اضرب شبت 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 وضربها قوية تقعد تضرب ها؟ اصبر لا توقف يا وزير لا توقف يا ولد كف كف يا وزير يا ولد لا 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 دجاج لا خش عليهم خش عليهم بسرعة خش لا 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 قم يا وزير بلد لا خبرني الحركة هذه قم بلد لا يا وزير قم يا وزير يا قوموا يا ساكر قوموا قولهم بلد لا قوم يا ولد ما دربتك كذا قوم ها ما مش المقلب مزحناكم شباب مقلبناك مقلبناكم هاي يتوب يتوب يزل دقيق الله يقلعب تنفجر يا اخي اصبر 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 بس تكفى بس 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 والله ما تقصر مو على كيفي الشرك الشرك يا حاكم يا اخي والله ما توقف والله بوقفها ماني قادر يا اخي اصبر اصبر بس الله يقلع الله يلعن ام الحاله سيارة ترجعون سيارة في النهاية غصب دجاجة ما سارتهم دجاجة دجاجة ضاعت ماتت يا حضرت حاكم بما ان نار ودجاجة خلنت شواها تكفى ادلف 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 العاش ويك يمكن تصفر كده كم مجرى تقول لي 90 مليون رسيلة نادرة هذه تعرف البغل زي هي زي البغل ترى البغل ام ابو حصان وام حمارة هذا ابو صقر وام فارة كيف لا تسني مهجنة يعني مهجن مهجن ايوه ولا ها شوف هذا بيسرق البنك المركزي خبرين الحركه هذه قاعدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايش عندكم واقفين عند جنب البنك المركزي شوف الاستخبارات بالله هذه دجاجه اللي فوق هذه دجاجه صقر دجاجه شيلوها على كتفكم بالله خلوا الدجاجه عندها شغل بتجي خلينا نروح القصر ايوه نستريح شويه ونشرب قهوه في علم جديد علم لا 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 الان نبحث يا حضره النعم بنبحث معك ان شاء الله نبحث ما يقلع كثير المقالب اليوم صح؟ ايوه زودناها شويه والله زودناها طيب خلاص. انت يا حضرة الحاكم عطنا ذحين العلم الجديد اللي نسويه عشان نضبط الاوضاع في الداخليه انا اي مصيبه لا لا عشان نضبط الاوضاع في الداخليه لسه عاد استخبارات ما ارسلوا لنا باقي ما ارسلوا لكم؟ ايوه بس ذحين خلنا انا راح ارسل لهم ما يبغون يشتغلون ها؟ لا لا عندنا هذا رئيسهم هذا لا وينه؟ لا ابل عند رئيسهم باتمان جاء باتمان باتمان والله جاجتك قاحية ذي انا صقت باتمان انا قايل لك انا قايل لك تمام تراها ما يبسالة والله شوف تم سرقة البنك من قبل عصابة ابو جعكل هذا جعكل اللي كان هناك يقول جعكل جعكل وما جعكل اللي قاعد ايه شكله الله يقلع امشي بسرعة خلنا نسرع خلني ابلغ يا عمليات بنموت ونجي لا تقول كاكاك وبالجهاز تزعجنا الله يقلعك ما في احد يا اعوذ بالله من الحكم يلا من وين سرقت السياره هذه؟ والله ترى مره سريعه ها؟ مبسوطه خبر انت حاكم هذه دجاجه صاطي هذه دجاجه صاطي شكلها ما تستعبدش عليها ايوه الظاهر هذه اخر عصابه لازم نتعامل معها بطريقه احترافيه معاك الحاكم باتمان هلا بحاكم الفلك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم عساكم انت اللي سارق البنك يا مريض اي انا تدري انا مين؟ اي انا اعرف انت مين شكلك نسيتني خاضع خاضع انا الحاكم المتواضع اللي جيت في مكانها تخسي تسلم الا مزاجي يعني عسكريك عندي يا ابو
احترمه. يا رجال علي طلاق طلاق ثلاث. ما تخاف على حياه العسكري اللي عندي قد يوم انك تمد يدك على الحاكم المريض. هو اصلا باقي حبيبي شايف السكارفيس شايف الندبه اللي على الوجه سوي زيها في وجهك. ارجع 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 هذا قادم ارجع عندكم حركه واحد اقسم بالله بتموتوا كلكم. يلا قدامي قدامي داخل الجوال يدق الجوال يدق يدق الجوال يدق والله ما دق ولا ما دق ان شاء الله كلها نفس الحال تدرع راح راح مالك مالك ازهل ازهل وجهك اسود وجهك ايش وجهك ابيض. تعال تعال بسرعه بسرعه خلاص خلاص ميشن كومبليتد. تعال بسرعه انقذ الرهائن بسرعه. ابغاهم في كلمه راس بس ابغاكم كلكم ها دقيقه وديك وين جاش صقري ها صقره راح تندم. انت ضربتني ولا انا اللي ضربتك؟ ايش رتبتك يا عسكري ايش رتبتك؟ انا جندي اول. ايش رتبتك؟ جندي اول؟ جندي اول يعني ما لهم يومين موظفين في الوزاره؟ يخطفونك على الصعابه خطيفه. كيف؟ كيف خطفوك؟ كيف؟ علمنا علمنا كيف خطفوك؟ قال لي تعال اركب بالفرفر. اركب معاه. انت تركب معاه زي الغبي. لا تهضر. انت ركبت معاه؟ الله يسعد ام السطاوه. تعالي يا عيوني تعالي يا قلبي تعالي هنا عندي. وصل جميع العساكر امام كلهم راحوا العساكر ذول. السلام عليكم. هلا صقر السلام. الحين ليش خلنا بس انزل الحلوه هذه تفضل ليش اطلع فوق الطاوله. ليش يا عسكري كيف الخطف هذا علمني كيف. يقول لك ركب معاهم عشان يفرفر يا ابوي يفرفر العسكري قاعد يسوي ايوه لا ولا قوه الا بالله. ليش الحركات هذه؟ ايوه انا قلت لك يا حضره الحاكم ان جميع العساكر بوصلهم وارجع اوظف ناس جدد من الى انا الوحيد اوظف ناس جدد من الى من القوه. نعم يا حضره الحاكم يا حضره الحاكم إيه؟ حاضر تحاكم. طب انا شبت اذا تبي تسنع الوزاره اول واحد افصله الوزير. لا لا علم كيف اسنع الوزير اول واحد افصل الاداء هذا الفاسد اللي علمك تبغى اسنع الوزاره تواني صح؟ نعم عند الموضوع انت بس صفع الجدار عشان صفع الجدار بس يا تحيه ها يا الربع تحيه. نعم يا دجاجه ترى صف عسكري يا حاكم تحيه يستريحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله. استعد 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 ترقص لا تقول هنا. ابرني الحركة هذه يوم انك ترقص يا قليل الادب ما تستحي انت. Watch. I know why they ain't